مساء الخير، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج آخر ساعة. كالعادة هنناقش فيها على مدار الساعتين، يمكن هنتكلم عن أبرز الأحداث، وجبة إخبارية دولية أبرز الأحداث الدولية، سواء آخر طبعا التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغيرها طبعا من الملفات الأخرى الدولية. نبدأ بالشأن المحلي، حيث تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته للشعب وحكومة المملكة بدوام التقدم والسلام والازدهار. كما أعرب الملك سلمان عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوين له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تابع باهتمام بالغ كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الإماراتي الشقيق، التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية. وأشاد الرئيس السيسي بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، مبديا ثقته بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة. وأكد الرئيس السيسي من جديد عزمه على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للنزيلات الحاضنات وأطفالهن وذويهن، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. المزيد في سياق هذا التقرير. قام قطاع الحماية المجتمعية بإقامة احتفالية للنزيلات الحاضنات والسماح لأطفالهن بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد، وإتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفالية مع زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم. أحلى مفاجأة بصراحة شفتها النهاردة، ان انا شفت جوزي وعيالي واخدتهم في حضني وقعدت معهم اكتر وقت ممكن، وكنت مبسوطة وما زلت مبسوطة لحد لما يمشوا. بشكر السيد الرئيس الجمهورية بالمناسبة الجميلة ديت في مناسبة العيد طبعا، ودي حاجة ما الواحد ما كانش متوقعها، اللي احنا مثلا يحصل زيارة زي كده وحفلة للاطفال والاجتماع بالام والقعدة الجميلة دي كلها كده. اكيد يوم بيبقى جميل جدا ان انت تعيش العيد مع والدتك وقريبك بشكل عام، فبنشكر سيادة الرئيس جدا وزارة الداخلية على الفرصة اللي هي اتاحتها لنا النهاردة. يعني خلاص كل اللي فات انساها، ومن بكرة اللي جاي حياتك، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. أنا كنت مبسوطة جدا وما كنتش متخيلة فعلا إن احنا هنقعد الوقت ده كله مع بعض، وإن احنا هنقعد من أول اليوم لحد دلوقتي، احنا بقالنا أكتر من 5-6 ساعات تقريبا قاعدين مع بعض. فلا طبعا أنا حاسة إن أنا حضن ولادي، إن أنا شبعانة من ولادي، على قد إن أنا ببقى مفتقداهم وقت الزيارة، فأنا حاسة إن أنا شبعانة منهم.
حاسة ان هم في حضني. بشكر وزارة الداخلية اللي هي جمعتنا انا وجماعتي وجابوا لي من المراكز ليها ضم شمل هنا. مبسوطين طبعا، حاجة جميلة جدا. كل ام معاها طفل بتتعامل معاملة آدمية، طفلها بيتعامل معاملة يمكن مش هيشوفها بره. من كل حاجة بتتوفر للأطفال، من ألعاب، من الحاجات الشخصية بتاعت الأطفال، من اللبن، من البامبرز، كل الحاجات متوفرة ليهم. هتتغير ومن بكرة معاك أجمل، ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل. هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. قول للرئيس عبد الفتاح السيسي متشكرة جداً، كل سنة وحضرتك طيب، شكراً على كل حاجة، جزاك الله عننا كل خير. بجد مركز التأهيل والإصلاح فكرة أعادت حياة ناس كتير وخلتنا عندنا أمل في بكرة. بجد رئيسنا يا ساند ظهرنا، انت الحامل مصرنا، معاك هنعمر ارضنا وهنعلى اكتر من زمان. ده الماضي راح وانتهى والحاضر بيك ابتدى، ده انت اللي ياما قلتها، تحيا مصر للامام، تحيا مصر للامام. أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سجل 9.1% في نسبة هي الأعلى خلال 4 عقود. من جانبه أكد صندوق النقد الدولي أن تجنب الركود في الولايات المتحدة يصبح أكثر صعوبة، محذرا من أن الاختيار الخاطئ للإجراءات في ظل ارتفاع التضخم سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد والعالم أجمع. وخفض الصندوق مرة أخرى توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.3% لعام 2022 نزولا من 2.9% في أواخر يونيو، وذلك بناء على مراجعات البيانات التي أظهرت زخما أقل بكثير في الاستهلاك الخاص وإنفاق المدخرات التي تراكمت خلال فترة كورونا. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا من نيويورك زميل ياسر نور الدين مراسل أكسترا نيوز. برحب بك ياسر، كل سنة وإنت دايما بألف خير. لو تحدثنا عن الاقتصاد الأمريكي كما توقعنا يعني سلفا، التضخم يرتفع بنسبة كبيرة جدا، نتحدث على أنه هو الأعلى خلال 42 عاما، وصل إلى 9.1%، استمرار في ارتفاع أسعار البنزين، المواد الغذائية. يعني لو تطلعنا على آخر التفاصيل لديك، تفضل يا ياسر. يعني في البداية دعيني أرحب بك خلود، وكل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين. بالفعل التضخم في مايو الماضي 6% خلود، وبزيادة حوالي 3%، حيث كان في إبريل من نفس العام، من هذا العام، حوالي 8.3%. الأسعار كما تفضلت في كل المجالات قامت، أو هناك زيادة كبيرة في كل المجالات أو المواد الغذائية، العقارات، السيارات المستعملة، السيارات الجديدة. على سبيل المثال في المواد الغذائية أيضا كان هناك زيادة حوالي 10.1%، وهو بالمناسبة الأعلى منذ العام 1981. أيضا دعيني أقول لك بأن الزيادة السنوية في الطاقة بلغت حوالي 34.6%، وهذه زيادة أيضا خلود هي الأعلى منذ العام 2005. كما أتحدث دائما أن هذا الأمر يقع على عاتق المواطن الأمريكي، وهو ما سوف يعبر عنه في الانتخابات النصفية والتي سوف تكون في نوفمبر القادم، وهذا أيضا ما يجعل الحزب الجمهوري يتصيد للحزب الديمقراطي الحاكم الحالي، حيث أن رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدينيال قالت بأن السلع الأساسية أسعارها الآن هي بنفس أسعار السلع الفاخرة، وهي تعني بذلك أن احتياجات المواطن الأساسية خلود أصبحت باهظة الثمن، كما هو الحال في الأسعار الأغذية والتي يعني أتمتها بالفاخرة لم تعد في متناول المواطن العادي. دعيني أيضا أنسحب إلى البورصة الأمريكية، إذا كان هناك وقت، وانخفاض كبير في أسهم البورصة
الأمريكية، حيث تراجع مؤشر سانداك إلى حوالي 106 يعني 106 نقطة، وهي أكبر خسارة منذ العام 2020. هذا جعل المستثمرين يخافون كثير في ضخ الأموال في هذا يعني السهم، وأيضا شركات أيضا أصابها كثير من الانخفاض، أسهم على سبيل المثال تسلا ومايكروسوفت هما أيضا تم انخفاض كبير، ويعني جعل كثير من المستثمرين يحجمون عن ضخ كثير من أموالهم. أيضا دعيني أقول لك بأن البنك الدولي قد حذر منذ شهر تقريبا عما يحدث ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أزمة اقتصادية كبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم. بنك جولدمان بنك قد قال في تقرير مؤخرا هذا الشهر بأن قد يصيب هذا الاقتصاد الكبير خلود يعني تدهور كبير في نهاية هذا العام وحتى في العام القادم 2023. طيب ياسر، في ظل هذا الحديث عن تدهور الاقتصاد العالمي وما أشارت إليه كبرى المؤسسات الاقتصادية، منها طبعا لدينا بلومبرج التي ذكرت بأنه استمرار التضخم قد يدفع أمريكا لرفع أسعار الفائدة في شهر يوليو، فما هي التوقعات وأحاديث الاقتصاديين في هذا الشأن؟ لأنه أنا أعلم جيدا بأنه هناك يعني غير اتفاق ما بين الاقتصاديين والأخص في الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقعات بشكل عام. نعم، يعني إذا حدث هذا كما حدث في شهر مارس على سبيل المثال و 25% نقطة أساس وأيضا 50% نقطة أساس رفع سعر الفائدة، سوف تكون هذه ضربة أيضا كبيرة للاقتصاد الأمريكي يدفع ثمنها المواطن الأمريكي. توقعات بالجملة أيضا شبكة بلومبرج وحتى التقارير التي تبث عبر وسائل الإعلام يقول الاقتصاديون بأن الاقتصاد الأمريكي برغم المحاولات خلود دعيني أقول لك التي تبذل من الإدارة الأمريكية، ولكن لم يلمسها المواطن الأمريكي بعد ضخ مليون برميل. الخطة التي وضعها رئيس جو بايدن برميل نفط مليون برميل لم يؤثر على ارتفاع الأسعار، وهذا ما دعا الرئيس جو بايدن أكثر من مرة دعيني أقول لك باتهام شركات النفط خلود بأنها هي يعني تذهب إلى الربح السريع على حساب المواطن، وتوعد هذه الشركات إذا لم تتوقف بعقوبات. أيضا مسألة رفع الضريبة على البنزين وهي ثمانية جالون البنزين الواحد والتي كانت تفرض على المواطن الأمريكي، قامت برفعها أو تحاول رفعها الإدارة الأمريكية ولكن دون جدوى. ما زالت الأسعار في ارتفاع في كل المجالات، إذا كان البنزين واستخدام هذا البنزين في كل وسائل الحياة كما تعلمين خلود ينسحب هذا إلى 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 الشحن، إلى أيضا المواد الغذائية، إلى العقارات التي ارتفعت منذ يعني أشهر قليلة. الفائدة في قروض البنوك من حوالي 2.5% لتكون الفائدة على أي قرض يريد المواطن الأمريكي أن يحصل عليه لشراء منزل حوالي 6%، وهذه زيادة مضاعفة كبيرة جدا جعلت من المواطن الأمريكي الإحجام بشكل كبير. هناك يعني دعيني أقول لك توقف كامل في بيع وشراء العقارات، من لديه منزل لا يحاول أن يبيعه ابتغاء المكسب، حيث أنه إذا باع هذا المنزل سوف يقوم بشراء منزل آخر بأضعاف مضاعفة من هذا السعر. وأيضا إذا أراد المواطن الأمريكي شراء منزل لن يقدر على سداد مثل هذه الفائدة. المواطن الأمريكي ياسر كيف يتعامل مع هذه الارتفاعات، سواء ارتفاع أسعار الطاقة البنزين وأيضا المواد الغذائية؟ نتحدث على أنه تضخم وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 42 سنة، كيف يتعامل مع هذه الارتفاعات؟ وأيضا لأي مدى هو مستعد لتحمل المزيد في ظل حالة اللايقين التي يعيش فيها العالم كله؟ يعني
يعني لا ادري اذا كانت هذه ما رصدته بعيني هذا يعني يصح ان يقال، ولكن ما رايته بعيني انني منذ ان اتيت هنا اكثر من 22 عاما كنت ارى كاي دوله في العالم هناك متسولون يجولون الشوارع، ولكن في الاشهر الست الماضيه وجدت يعني عدد كبير يقف في اشارات المرور، يقف في مترو الانفاق، يتسول بعدد اكبر كان موجودا منذ 20 عاما او اكثر هذا هؤلاء المتسولون، ولكن العدد اصبح لافتا والشكل اصبح لافتا لان تجد متسولون. يعني لا اقصد بذلك ان الشعب الامريكي بكامله، ولكن اقصد ان الفئات المطحونه الفئات القليله ارتفعت بطبيعه الحال بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم وما الى ذلك. بكل تاكيد. ماذا عن نسب البطاله يا ياسر؟ نسب البطاله يعني كل دعيني اقول لك الشيء المضحك في هذا الامر ان كل ما حول المواطن الامريكي خلود قد زاد من اسعار الا مرتبات المواطن يعني على قلت بطبيعه الحال بعد جائحه كورونا، ولكن يعني ما زال هناك بطاله قد تصل الى حوالي 5 أو إلى 6%، خاصه في ولايه نيويورك هذه الولايه الكبيره هناك البطاله ما زالت مستمره في ظل هذا الامر. دعيني اقول لك ايضا خلود بان العائلات تفاقم من شده الحر في هذا الصيف وتدفع فاتوره الكهرباء غاليه جدا، وهذا ما دفع ايضا الحكومه الامريكيه لضخ حوالي 40 مليون دولار تقدم الى شركات الكهرباء وما الى ذلك، وهو ايضا للمساهمه في ذلك، ولكن هذا رقم ضئيل للغايه، ويعني ما زال المواطن الامريكي يتكفل ب هذه الاسعار التي لم يعد يستغني عن مكيفات الهواء في هذا، وصلت الحراره اليوم الى اكثر من 40 درجه على سبيل المثال. يعني كل المؤشرات تشير بان المواطن الامريكي خاصه بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه يعني اصبح اكثر الما عليه في هذا الواقع الامريكي. ماذا عن الصحافه الامريكيه ياسر؟ كيف يعني يتحدثون عن هذا التضخم؟ كيف ينقلون هذا التضخم؟ وسياسات ايضا بايدن الاخيره بالاخص طبعا تجاه يعني العمليه العسكريه. يعني الصحافه الامريكيه ما بين مؤيد ومعارض على حسب الاهواء السياسيه والتي تتماشى مع الحزب الديمقراطي او عكسه الحزب الجمهوري. واشنطن بوست وبلومبرج على سبيل المثال كانت قد افردت يعني تقريرا طويلا عن مساله التضخم وهذه الزياده والخوف من المصير المحتوم للاقتصاد الامريكي. ايضا هناك بعض الصحف وفاينانشال تايمز على سبيل المثال ايضا وول ستريت قد اوردت هذه الزيادات وحذرت من القادم وحذرت الاداره الامريكيه في ذلك. يعني سوف ننتظر في نوفمبر القادم لنرى يعني حنق المواطن الامريكي، حيث انه كان في البدايه دعيني اقول هذه النقطه كان الحزب الجمهوري والديمقراطي على يد واحده في مساله يعني دعم اوكرانيا، ولكن الان اصبح هناك حتى من داخل الحزب الديمقراطي من المواطنين انفسهم يعني يضيقون ذرعا بما يعني يحدث، حيث ان السياسه بشكل عام دعيني اقولها صراحه لا تهم كثيرا المواطن الامريكي، هو يهمه العيش الذي كان قبل جائحه كورونا برغد من العيش في كل طبقات المجتمع بشكل كبير، ولكن الان هناك معاناه كبيره. حتى عندما التقيت وقمت بعمل لقاءات مع بعض الطلبه لاستقصاء ارائهم قالوا بانهم الان في يعني في مأزق كبير، كيف سوف يقومون بدفع مستحقات الدراسيه، حيث انك تعلمي خلود بان الجامعات هنا ليست مجانيه وعلى الطالب ان يقوم بالعمل ودفع مستحقات هذه الجامعات الا اذا كان نابغه وياخذ يعني منحه حتى لا تكون منحه مجانيه لكنها منحه تساعده في الالتحاق
في الجامعة أو الكلية التي يرغب أشكرك. يدرس بها. نعم، زميلي ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من نيويورك، شكرا لك. إذن كما وصف زميلنا بأنه التضخم في أمريكا هو بيعتبر الأعلى خلال 42 سنة، وصل إلى 9.1%، ولكن هذا الحال هو حال كل دول العالم ومنها الدول الأوروبية، وهي بتعتبر أيضا من أكثر الدول المتضررة ومنها فرنسا، حيث أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي جديد خلال شهر يونيو الماضي، ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1997. ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.8% في يونيو الماضي مقارنة ب 5.2% في مايو الماضي. يرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 33.1%. للمزيد انضموا إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد بيومي، باحث وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك يا فندم، وكل عام وأنت بألف خير. برحب بك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير وسلام مشاهدينا الطيبين. إذن في ظل ارتفاع تضخم في كل دول العالم، أكثر الدول المتضررة أكثر يعني هي الدول الأوروبية ومنها فرنسا، كيف نصف المشهد الآن والوضع الاقتصادي؟ يعني الوضع الاقتصادي في أوروبا والحقيقة في وضع هم في وضع اقتصادي سيء جدا. نعم. خصوصا أن البنك المركزي الأوروبي دائما ما يتأخر في اتخاذ قرارات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية. يعني على سبيل المثال بعد قيام الحرب الروسية الأوكرانية في يعني بداية من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ابتدت أسعار الطاقة والغذاء عالميا ترتفع، كان في دائما خطابات ورد مستعجل ورد مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية البنك الفيدرالي بأن معدلات بأنه يتابع عن كثرة معدلات التضخم وأنه هو هياخد إجراءات تشديد السياسة النقدية. نعم. لإحتواء معدلات التضخم. فعلا الولايات المتحدة الأمريكية رفعت أسعار الفائدة لعدة مرات متتالية خلال المائة يوم، ولكن تجديد السياسات المالية لفترة أطول سيزيد من تعقيد أفاق الاقتصاد العالمي، يعني وفقا لمعظم الاقتصاديين، وأنه من الضروري جدا السيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي تخوف من هذه الخطوات التي قد تتخذ أيضا مستقبلا. بالفعل اللي بيتكلموا عنه طبعا ان تجديد السياسات النقديه بيؤثر على معدل نمو الاقتصاد العالمي، هو امر طبعا بديهي ومنطقي، واحنا دايما بنقول ان لما معدلات الفائده بترتفع بيقل معدل النمو الاقتصادي وقد تدخل الاقتصادات العالميه في انكماش اقتصادي، لكن احنا امام امرين يعني الاثنين مرين، اما ان يعاني جميع الطبقه او جميع من يعيشون من حاله من مرتفع من معدلات التضخم وما يعني تاكل أو انخفاض قدرتهم الشرائية، أو إن يحصل ارتفاع لأسعار الفائدة فنعاني لفترة محدودة لحد ما مستوى التضخم. لفترة محدودة يعني لحد إمتى؟ هو الحقيقة إن ما حدش هيقدر يتكهن، هو الاقتصاد يعني زي الطب كده، أنا باخد قرار وبستنى إن أنا أشوف النتائج بتاعة القرار ده، لكن ولكن الحالة دي مختلفة أستاذ أحمد، لأنه في حالة من اللا يقين بسبب استمرار العملية العسكرية. بالظبط كده، يعني خليني لو انا تابعت اسعار السلع او اسعار الطاقه عالميا وفقا للتقارير الصادره عن البنك الدولي، فهو بيتوقع استمرار الاسعار دي في الارتفاع خلال عام 2022 بالكامل، ثم ستعود للاستقرار في الربع الاول من عام 2023 وربما تنخفض في الربع الثاني من عام في النصف الثاني من عام 2023. معظم التقديرات الدولية حول عملية ارتفاع الأسعار. يعني نفس الكلام لما بتلاقي إن الولايات المتحدة الأمريكية في إعلانها عن رفع أسعار فائدة، فهي اتكلمت إن هي هترفع الفائدة في عام 2022 وخلال الربع الأول من عام 2023، وهي بتأمل أن وهذا القرار انعكاساته السلبية إيه؟ ليس فقط على أمريكا ولا على أوروبا، ولكن على الدول الأكثر فقراً التي تعاني أصلاً من توقف سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وهذا الأمر البعض تحدث عن حدوث مجاعات. يعني بالفعل طبعاً لما بس خلينا نكون متفقين، لما يحصل رفع لسعر الفائدة الأمريكية احنا شفنا طبعاً ان الواحد يورو أصبح بيساوي واحد دولار. واحد دولار صحيح، بسبب تباطؤ البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة خشية ان هو يدخل الاقتصاد الأوروبي في حالة من الركود الاقتصادي.
ولكن انخفاض سعر اليورو ده معناه ان اصبح المواطن الاوروبي اللي كان بيشتري حاجه زمان بدولار الا ربع النهارده هو بقى اصبح بيشتريها اليورو بدولار، يعني الاسعار ارتفعت عليه في ظل ثبات معدلات الاجور. ارتفاع الاسعار لو احنا بنتكلم ان الدول الغنيه اللي في قاره اوروبا بتعاني من التضخم ومن ارتفاع الاسعار، فنحن يعني احنا لو اتكلمنا بقى عن افريقيا او عن دول اقل من حيث معدلات النمو او من حيث معدلات الغنى فيها، يعني من حيث ان هم يعني معاهم فلوس اقل، فهم في الحقيقه اكيد بيعانوا بشكل كبير جدا. فاحنا بنتكلم عن ان اوروبا بتعاني من ان اسعار القمح غاليه واسعار الطاقه غاليه، فعشان تشتريها بيكلفها اكتر. لكن في دول بقى هنلاقي ان هي مش قادره اصلا ان هي تشتري لا الغذاء ولا الطاقه، وده يعني اكيد التقارير الدوليه في خلال العام الحالي وخلال نصف الاول من العام المقبل هيظهر فيها ارتفاع كبير في معدل الفقر عالميا، انخفاض في مؤشرات الصحه عالميا، انخفاض في مؤشر يعني زياده في نسب التسرب من التعليم. يعني كل دي امور بديهيه هتحصل بسبب حاله التضخم اللي بيعاني منها العالم، واللي هي بالفعل يعني مستمره معانا في حاله اللا يقين زي ما حضرتك وضحتي، وهي مكمله معانا. وما اللي بتقوم الدول في العالم من قرارات لرفع اسعار الفائده او بخلافه يعني هي محاولة لاحتواء تلك المعدلات المرتفعة من التضخم من خلال خفض الطلب. قد يأخذنا ذلك إلى طريق آخر تماما وهو ركود اقتصادي، إن الناس تحجم عن الشراء زي ما تحدث زميلنا في السابق في عن الولايات المتحدة الأمريكية. ركود عالمي. المواطنين بالضبط، المواطنين مش عايزين يشتروا عقارات. هي بالفعل دي ممكن تأخذنا في حلقة مستمرة بقى من بداية من عقارات ثم سيارات ثم تأخذنا إلى السلع الاخرى عشان يحصل حاله من الركود العالمي. وده يعني هو امر غير مستبعد. صندوق النقد الدولي بالفعل استاذ احمد تحدث عن هذه النقطه وقال انه الاقتصاد العالمي سيشهد مزيد من تدهور الاقتصاد، وفي نفس الوقت انه هذا الامر سريعا سيؤدي الى ركود عالمي وان احنا في بدايه هذا الركود. يعني هو في تخوف طبعا، دائما المؤسسات الدولية بتحاول تتوقع الشيء قبل حدوثه، احنا في حاله تتوقع الأسوأ ولا ده فعلا اللي هيحصل؟ من المحتمل ان هو يحصل، خصوصا لو استمر نهج الولايات المتحده الامريكيه في رفع اسعار الفائده بدون توقف كما بيشير، ولو احنا ملاحظين ان امريكا بترفع سعر الفائده ومعدل التضخم بيزيد برضه، لان الـ 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 الامور هي غير مرتبطه ببعض. التضخم في الحاله دي هو ناتج عن انخفاض المعروض في السوق نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وإحجام روسيا عن تصدير بعض السلع الغذائية، أو ارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة لأن روسيا بتصدر 4.5 مليون برميل. العالم بيحاول أن هو يستبعد روسيا من معادلة الطاقة عالميا، أن هو ما يستوردش منها طاقة، لكن في نفس الوقت هم عايزين يحاولوا ينزلوا أسعار الطاقة لأن هي بتأثر على باقي أسعار السلع عالميا. وده الحقيقه اللي احنا بنشوفه في زياره الرئيس بايدن الى المنطقه حاليا، ان هو جاي يتكلم عن الموضوع ده، جاي يناقش ازاي ممكن ان هو يحاول يزود من المعروض من اسعار من النفط عالميا علشان يحاول يعمل حاجتين مع بعض. الحاجه الاولانيه ان هو يقلل الايرادات اللي بتحصل عليها روسيا من تصدير النفط، وبكده يوقف وتيره الحرب، خصوصا لو عرفنا ان روسيا بس في ال 100 يوم اللي فاتوا حصلت على 100 مليار دولار من تصدير الطاقة. فبيحاول ان هو يعني كنوع من انواع زيادة العقوبات على روسيا، ان هو بيحاول يحرمها من مواردها الدولارية الناتجة عن تصدير الطاقة دي، وفي نفس الوقت بيحاول يبطئ من معدلات التضخم اللي بتعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول. وده اللي قالته بلومبرج يا أستاذ أحمد، بالفعل ده اللي قالته بلومبرج تحديدا، أنه فعلا مع استمرار هذا التضخم ده هيدفع أمريكا لرفع أسعار الفائدة، وده متوقع في شهر يوليو لكبح جماح التضخم. ده طبعا احنا اتكلمنا على أثاره السلبية، ولكن ده فعلا توقعات وكالة بلومبرج، لأنه زي ما شفنا أنه تضخم وصل في أمريكا لأعلى مستوى لي منذ 42 سنة 9.1%. بالضبط كده يا فندم، هو التضخم مستمر في الارتفاع طالما الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة. الارتفاع في أسعار الطاقة عالميا يصب في المصلحة الروسية ويضر الولايات المتحدة الأمريكية ويضر الاقتصاد الأوروبي. الدولتين بيحاولوا، الجهتين أوروبا وأمريكا بيحاولوا أن هم يأثروا على الجزء الخاص بالطلب من خلال فرض سياسات نقدية تقشفية، أو أن هو يقلل من المعروض من الفلوس في السوق برفع سعر الفائدة عشان يقلل الطلب.
والناحية الثانية بيحاولوا محاولات كبيرة مع الدول المنتجة للنفط إن هي تحاول تزود الإنتاج بتاعها من النفط علشان خاطر يزود المعروض من النفط عالميا، علشان يحاول إن هو يوازن الأمرين من خلال جانب الطلب ومن خلال جانب العرض، علشان نرجع لحالة التوازن مرة أخرى ويتم احتواء التضخم اللي حاصل عالميا في أسعار تلك السلع. طيب انخفاض اليورو مقابل الدولار، ناس كتيرة جدا اتكلمت في هذا الموضوع وعايزة تفهم إنه دلوقتي الدولار بقى يساوي 1 يورو، ده معناه إيه؟ وهل نتوقع إنه يكون في انخفاض في المستقبل؟ توقعاتنا إيه؟ توقعات الاقتصاديين إيه في هذا الشأن؟ أولا نجاوب على السؤال، الجزء الأولاني من السؤال اللي هو ده معناه إيه؟ ده معناه أن المواطنين الأوروبيين الآن أصبحوا أفقر من 3 شهور فاتوا. يعني المواطن الأوروبي اللي كان بيستورد سلع من الولايات المتحدة الأمريكية ب$1,000 يدفع فيها 850 يورو مثلا، النهارده هو بيستورد السلع دي ب$1,000 بيدفع $1,000، في حين ان الدخل في اوروبا ثابت زي ما هو، فده انخفاض في القوه الشرائيه للمواطنين الاوروبيين. طيب الانخفاض ده ناجم عن ايه؟ ناجم عن ان الولايات المتحده الامريكيه اتخذت قرارات برفع اسعار الفائده عده مرات متتاليه، في حين ان المركزي الاوروبي اتاخر في رفع اسعار الفائده. وده ترتب عليه ان خرجت استثمارات كبيره جدا من اللي بيسموها الهوت ماني، من اسواق الاموال الساخنه، بالظبط اللي هي الاموال الساخنه، خرجت من دول كتيره جدا في العالم او مناطق استثمار كتيره جدا في العالم واتجهت الى الولايات المتحده الامريكيه. طيب مع اعتزام ان البنك المركزي الامريكي والبنك الفدرالي الامريكي ناوي ان هو يكمل في سياسته لرفع اسعار الفائده الى حوالي 4.5% او 4%، نتكلم عن حوالي 3% اضافيه عن الرقم الحالي، فده معناه ان الدولار الامريكي سيحصل على مزيد من القوه. من المعروف ان سعر الفايده هو ده يعتبر سعر الدولار، فلما سعر الفايده بيزيد قيمه العمله دي بتزيد، فرفع الولايات المتحده الامريكيه لسعر الفايده هيقوي من الدولار، وهنشوف في المستقبل القريب كمان ان الدولار الامريكي بيساوي اكثر من 1 يورو في المستقبل. ده توقعات انه الدولار هيزيد كمان عن اليورو. بالظبط، الدولار طالما البنك المركزي الامريكي مستمر في رفع لاسعار الفائده، وطالما البنك الفدرالي البنك المركزي الاوروبي متاخر في تطبيق سياسات النقديه الانكماشيه ان هو يرفع اسعار الفائده، فده معناه ان معدل التزايد في قوه الدولار اكبر بكتير من المعدل التزايد في قوه اليورو، فده هيخلي ان الدولار الامريكي هيساوي اكثر من 1 يورو وفقا للقوانين بتاعه الاقتصاد. الارقام فعلا يا فندم هي غير مبشره، يعني لما نيجي نشوف كده منطقه اليورو التضخم وصل لاعلى من 8.5%، توقعات النمو لا تزيد عن 2.7%، زي ما حضرتك ذكرت كده المنحنى في هبوط تام. طبعا احنا بنتحدث على انه ده بالنسبه للدول الاوروبيه. بالظبط كده، ان طبعا الدول الاوروبيه هي الاكثر تاثرا من الحرب الروسيه الاوكرانيه بحكم الموقع الجغرافي. ليه؟ لان اوروبا بتعتمد وخصوصا المانيا طبعا، والمانيا لما بقول المانيا بنتكلم عن الاقتصاد الاكبر في اوروبا والاقوى الاكثر والاقوى والاقتصاد الاكثر اعتمادا على الطاقه الروسيه. فلو احنا بنتكلم عن يعني مثلا على سبيل المثال روسيا هددت ان هي هتوقف امدادات الغاز من خط نورد ستريم 1 بسبب ان في معدتين بيتم تصليحهم في كندا اتاخروا عن الرجوع، او كندا قالت ان هي مش بترجعهم، فهددت ان هي تغلق الغاز منفذ الغاز ده على اوروبا، وفعلا قفلته 10 ايام بحكم هي هو في صيانه دوريه وفقا طبعا لموسكو، انه حاليا تم غلقه من اجل الصيانه لمده 10 ايام. قالوا ان هم هنقفلوا 10 ايام عشان الصيانه، لكن التوقعات بتشير ان قفل خط زي ده يتسبب في تراجع الاقتصاد الالماني بحوالي 12.5%. واحنا طبعا يعني في دخول فصل الشتاء وهي تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، هتتضرر بشكل كبير طبعا في حال انه هذه التخوفات كانت في محلها. بالظبط كده، فلو احنا بنقول بقى ان المانيا اللي هي الاقتصاد الاكبر في اوروبا سيتضرر من قطع امدادات الغاز او تهديد روسي بوقف امدادات الغاز، فده معناه ان منطقه اليورو بالكامل قد ينكمش اقتصادها في حال تاثر الاقتصاد الالماني الاقتصاد الاكبر طبعا. فطبعا الحقيقه المواقف اللي موجوده غير مبشره. روسيا مستمره في حربها ضد اوكرانيا، تضغط بسلاحها اللي هي الاسلحه اللي موجوده، مش السلاح اللي هو الدبابات والمدافع، لا
السلاح الروسي هو الغاز والطاقة والغذاء. والحقيقة أن أوروبا تجد نفسها عاجزة تماما أمام قدرتها على الحصول على الطاقة من روسيا، فتجد نفسها في مأزق أن هي هتخضع ل يعني هي حياة ما بين ضغط أمريكي للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة أوكرانيا، ومن الناحية الثانية هي ضغط في أن هي عندها ضغط تاني أن هي توفر لشعوبها احتياجاتها من الطاقة والغذاء من خلال روسيا اللي هي المصدر الأقرب. هناك بعض الدول اللي أصبحت أن هي تتحدث مع شعوبها أنها تكون مستعدة للأسوأ. بالضبط طبعا، لأن طبعا يعني مع استمرار ضغط الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار الحالة، يعني احنا النهاردة الأوروبيين لو بنتكلم في فصل الصيف فهم مش لاقيين طاقة علشان يشغلوا التكييفات أو يحصلوا على يعني يعيشوا في جو كويس، الشتاء داخل ودرجات الحرارة هتنخفض بشكل كبير، وقد إن أوروبا يعني قد يترتب على ذلك إن أوروبا هتقضي فصل الشتاء قارس يعني البرود للغاية في ظل الأوضاع الحالية من استمرار روسي في إن هي في حربها، وعقوبات أوروبية الحقيقة كان أثرها السلبي على الاقتصاد الأوروبي أكبر بكثير من الأثار على الاقتصاد الروسي، ومعدلات تضخم عالميا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فده بيترتب عليه إن الدول الأوروبية أو قارة أوروبا بالكامل ستعاني في المستقبل من جراء تلك الحرب طالما أن الحرب مستمرة. أنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد بيومي، باحث وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. هنكمل مع حضرتكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بحضرتكم مرة تانية. بالنسبة للتضخم في ألمانيا، وهي طبعا أحد الدول الأوروبية المتضررة بسبب طبعا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سجلت ألمانيا تباطؤ في معدل التضخم خلال يونيو الماضي رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وأوضح مكتب الإحصاء أن معدل التضخم ارتفع إلى 7.6% على أساس سنوي بعد أن سجل 7.9% في مايو الماضي، أما على أساس شهري فارتفعت أسعار المستهلك في يونيو الماضي بنسبة إجمالية قدرها 0.1%. للمزيد ينضم إلينا عبر زوم من لندن الدكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد جامعة لندن. دكتور محسن برحب بحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير. كل عام بخير وألف تحية ليكي. دكتور محسن، يعني الأرقام هي غير لا تدعو للتفاؤل أبدا وغير مبشرة بالمرة، يعني كما ذكرنا منطقة اليورو أصلا لوحدها تضخم وصل لأكثر من 8.5%، معدلات النمو يعني التوقعات لا تزيد عن 2.7%، حتى التوقعات المستقبلية في منحنى هبوطي. توقعات حضرتك في ظل طبعا استمرار العملية العسكرية وارتفاع التضخم عالميا. المنطقة الأوروبية النهاردة في خطر اقتصادي كبير، والمنطقة الأوروبية النهاردة للأسف الشديد السياسة بتغلب على الاقتصاد، والنهاردة لأول مرة في أنا كنت قلت الكلام ده في أكتر من مرة إن الاقتصاد استخدم لخدمة السياسة لجاي يظهر بعض القادة أبطال تمام أمام الشعوب بتاعتهم، وده خطر كبير. الخطر الكبير دي أنا هاجي هتكلم عن ألمانيا، بس أنا هقول مثل مهم حصل من أيام فاتت. شفنا أن هو أن الضغط اللي حصل على بوريس جونسون رئيس مجلس الوزراء البريطاني استقال لسبب رئيسي تمام، أن الأرقام الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية منهارة في إنجلترا، وده سبب نتيجة تدخله تمام بزيادة عن اللازم في تدخل غير مباشر في الحرب الأوكرانية، وعرض الاقتصاد البريطاني لخطر كبير، وعرضهم لمشكلة كبيرة سياسية كبيرة أو مشكلة حرب. نفس أنا بعتقد وأنا يمكن شبه متأكد من ده،
ان التشانسلر الالماني تمام هو هيكون يعني الشخص الثاني اللي هو سوف يرغم بالاستقاله من الوزاره بتاعته، لان هو برضو يعني المانيا تعتمد اعتمادا كبيرا كليا على الطاقه تمام الروسيه. اوروبا منطقه صناعيه كبيره ومنطقه تكنولوجيا، فمحتاجه طاقه ومحتاجه غاز ومحتاجه بترول. انخفاض اليورو دكتور محسن، انخفاض اليورو مقابل الدولار وانخفاض ايضا القيمه الشرائيه لليورو بالنسبه للمواطن، المواطن الاوروبي كما وصف بعض الاقتصاديين اصبح اكثر فقرا منذ 3 شهور، تفسير حضرتك وتوقعاتك؟ تمام، لان وهيحصل اكثر من كده بكتير، لان النهارده احنا بنتكلم في صيف، والصيف ده درجات الحراره عاليه فيه شويه، واستخدامات الغاز يمكن بتبقى قليله بنسبة معينة، أو استخدامات الطاقة قليلة بنسبة معينة. الشتاء جاي، الشتاء بيبقى قارس وجامد في المنطقة الأوروبية. المنطقة الأوروبية النهاردة هتبصي يعني لأول مرة في تاريخ ألمانيا وتاريخ أوروبا، ألمانيا النهاردة رصدت تمام إن النمو بتاعها انخفض بنسبة 17% تمام فيها. نفس انجلترا، الانخفاض النمو في انجلترا بنسبة 23%، دي ارقام خطيرة تمام في الوقت الحالي. النهارده في ضغط كبير على منطقة، انا هسيب انجلترا ونخش على منطقة اوروبا تمام. منطقة اوروبا المانيا بتاخد 80% من الغاز من روسيا، بتوزع بتستخدم هي 40% من كمية الغاز اللي واخدها، بتوزع من الغاز دوت على أوروبا ال 40% الباقية. صحيح. أنت النهاردة ألمانيا عملت حاجة برضو غير طبيعية، إن هي في تروبينو، التروبينات اللي هي بياخدوها الروس من كندا. تمام، لخط الغاز عندهم، فهي ضغطت على كندا إنها ما تصلحش التروبينات دي وما تدي لهمش تروبينات. الروس عملوا ايه؟ قطعوا الغاز عن المانيا تمام، علشان توصلي كميه الغاز دي لاوروبا وتوصلي بقيه الكميه لالمانيا نفسها. حضرتك قصدك على خط انابيب نورد ستريم 1؟ مظبوط. ده يعني وفقا طبعا لموسكو، فهناك اعمال صيانه بالفعل بدات، وانه روسيا تغلق خط انابيب الغاز لاوروبا نورد ستريم 1 بسبب هذه الاعمال، اعمال الصيانه. وطبعا هناك يعني تخوف وخشيه اوروبيه من انه هذا الوقف يعني يستمر او يتمدد، لانه في هذه الحاله او اذا هذه المساله ستدوم يعني ستؤثر بشكل كبير جدا على قدره المانيا في تخزين الغاز، ونحن طبعا يعني في قدوم فصل الشتاء. الغاز الاحتياطي الاستراتيجي بتاع ألمانيا وأوروبا من الغاز انخفض بنسبة 33%، فهم معرضين لخطر كتير في النقطة دي تمام. الضغط الغاز وضغط الطاقة ده النهاردة لازم يسرع ان تبقى في تعامل مع روسيا بسياسة تانية، سياسة اقتصادية وليست سياسة النهاردة ان استنزاف تمام للروس، لاني انا شايف ان المنطقة الاوروبية استهانت بقوة الاقتصاد الروسي وقوة اعتمادهم على روسيا، في واستخدموا سياستهم النهاردة، وطبعا ده بعد النهاردة انسياقهم وراء أمريكا بالذات تمام، فيها أنه يخشوا في حرب غير مباشرة مع روسيا. صحيح. طب مع استمرار ضغط أمريكا زي ما حضرتك وصفت دكتور محسن، وارتفاع معدلات التضخم عالميا، وهذه العقوبات الاقتصادية التي ارتدت على الدول الغربية، ارتفاع أسعار البنزين، الطاقة، وقف سلاسل الأمداد، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأي مدى الشعوب مستقبلا مهيئة أو مستعدة للمزيد؟ الشعوب الاقتصادية بص بعد إذن حضرتك،
في الشعب في المنطقة الأوروبية هو يعني الشخص العادي. الشخص العادي بيجيله مرتب معين اكس مرتب بياخدوه كل شهر من سواء وظيفته أو من عمله العمل بتاعه. المرتب ده مجهزه هو بيدفع منه محسوب جزء للكهرباء وجزء للغاز وجزء للأكل وأهم حاجة في كل الحتة دي بالظبط جزء للهوليدي بتاعته الأجازة بتاعته السنوية اللي بياخدها. النهاردة في تأثير خطير تمام إن هو ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي تمام للشعوب دي تمام بدأت تؤثر عليهم تأثيرات غير طبيعية. بدأت يحصل النهاردة زي ما انت شفتي في فرنسا النهاردة الحزب اليساري في فرنسا النهاردة واخد نسبة عالية لأن الحزب اليساري في فرنسا بينادي قصاد ماكرون تمام بوقف الحرب والدخول في سلام مع روسيا تمام. ده النهاردة هيحصل برضو في بعض المناطق الأوروبية وبعض الدول الأوروبية اللي هي تدخلت بتدخلات غير طبيعية تمام. حضرتك قصدك مع استمرار هذا الضرر الاقتصادي على الدول الغربية ربما تتغير بعض مواقف دول الغرب ويحصل بعض الانشقاقات عن الموقف الأمريكي؟ أنا متأكد ده بيحصل وأوريدي بدأ يظهر. ده أوريدي بدأ يظهر من غير التعبير عنها أو الخفايا تمام. لأن هذا لما تيجي تعملي الأبحاث اللي موجودة النهاردة والأبحاث في السوق تمام طبعا الدعاية مدية صورة غير كويسة على روسيا وإن روسيا هجمت على أوكرانيا تمام وده غير طبيعي ومش عارف إيه وبنخاف لحسن روسيا هتيجي تهجم على الدول الأوروبية وده كلام غير طبيعي لأن روسيا تحولت من منطقة شيوعية قبل كده لمنطقة اقتصادية كبيرة تمام وبدأت الاقتصاد الروسي حقيقي فاق في كل معدلاته التوقعات اللي عملها. طب دكتور محسن دي نقطة مهمة لأنه فعلا بعض أو معظم الاقتصاديين بيتكلموا في هذه النقطة أن وضع روسيا هو الأفضل نسبيا ولديها أكثر من ورقة ضغط منها ورقة مثلا ضغط الغاز التي يستخدمها كضغط ورقة ضغط السياسي كما يقول البعض ولكن في نهاية المطاف هي تحتاج إلى أو هذا الغاز يحتاج إلى سوق. فهل الأسواق الهندية والصينية بديلة؟ هل تستطيع أو لديها القدرة الاستيعابية إنها تعوض موسكو عن الغاز المصدر لأوروبا؟ أنت قلتي حاجة مهمة قوي لأن النهاردة أقول لحضرتك على حاجة مهمة اقتصادية مهمة. أمريكا النهاردة لما تيجي تبص أمريكا أمريكا في موقف يعني حقيقي يعني هي مبسوطة باللي بيحصل في أوروبا واللي بيحصل مع روسيا واستنزاف روسيا في الحرب الأوكرانية دي. النهاردة العدو الكبير لأمريكا أنا في رأيي مش هو روسيا. العدو الكبير لأمريكا النهاردة هو الصين. ليه الصين عدو كبير وبيهدد أمريكا؟ لأني لأول مرة الأمريكان أو أمريكا بالذات عندهم أكبر شركات في العالم والأمريكان تتفوقوا في التكنولوجيا بحجم غير طبيعي فيها. البلد الوحيدة النهاردة اللي بتقدر تتمشى معهم في التكنولوجيا هي الصين. فالنهاردة الصين بتبصي انضمام الصين وروسيا مع بعض بيسببوا تمام ممكن قوة غير طبيعية تكنولوجيا واقتصادية تمام ضد العالم اللي هو الأمريكاني والعالم الأوروبي. الهند النهاردة انضمت تمام بشكل كبير لروسيا تمام لأن وجدت أن مصلحتها هي مع روسيا وروسيا بتوفر لها طاقة كبيرة بأسعار جيدة
بتقدر المصانع نعم. بتاعتها تنتج. أنا بشكر بأسعار. حضرتك دكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد جامعة لندن على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشرط تفتيش السفن لمنع تهريب الأسلحة وتخلي كييف عن الاستفزازات. وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية إن الألغام في مياه أوكرانيا وخطر القصف من قواتها من أهم التهديدات التي تواجه السفن في مياه البحر الأسود. ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن روسيا ستدرس مواصلة إرسال الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد الاتفاق الحالي الذي ينتهي في العام 2024، طالما أن الدول الأوروبية لا تزال ترغب في الغاز الروسي وأن نظام النقل الأوكراني مستمر في العمل. وبدأت موسكو عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مع توقف متوقع لتدفق الغاز لمدة 10 أيام، وتخشى الحكومات والأسواق والشركات في أوروبا أن يتم تمديد الإغلاق بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إنه تم تحييد أكثر من 350 جندية من القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاغوفكا العملياتية والتكتيكية. للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز. حسين برحب بك وكل عام وأنت بألف خير. وأولا لن أطيل عليك في السؤال، ولكن لو تطلعنا على آخر تصريحات وزارة الدفاع والمسؤولين هناك. نعم خلود، تحياتي وكل عام وانت بألف خير. دخلت قوات الجيش الروسي وقوات لوغانسك مدينة سوليدار في منطقة الدنباس، هذه المعلومة تحدثت عنها وسائل إعلام روسية منذ وقت قليل. أيضا تدق صواريخ الجيش الروسي مواقع القوات الأوكرانية التي تحصنت بداخلها القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرسك، هذه المدينة التي تواصل القوات الروسية العمل على تحريرها من المقاتلين الأوكران إضافة إلى المقاتلين الأجانب لاستكمال تحرير إقليم دونيتسك. بعد سيفيرسك يوجد مدن باخموت وستافيانسك وكراماتورسك، كل هذه المدن الجانب الأوكراني تحصن بداخلها خلال الفترة السابقة، لكن المعلومات الروسية تؤكد على أن الجيش الروسي سيحرر هذه المدن. المعلومات الروسية تتحدث عن أن الجيش الروسي سيحرر هذه المدن في الوقت السريع لإعادة الأمن إلى منطقة الدنباس بشكل عام وإلى إقليم دونيتسك، كما فعلت القوات الروسية في إقليم لوغانسك حيث تم تحريره من المقاتلين الأوكران. أيضا وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها أعلنت عن مقتل 350 مقاتل أوكراني في ضربة صاروخية عالية الدقة استهدفت حوض صناعة السفن في نيكولايف. وأكد اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الدفاع الروسية عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو 24 وسو 25 وميك 29، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المنشآت العسكرية الأوكرانية خلال الليلة الماضية. للإشارة هنا خلود إلى أن بيان وزارة الدفاع اليومي ومنذ أسابيع ماضية كل يوم وزارة الدفاع تعلن عن عدد كبير من القتلى
في صفوف القوات الأوكرانية. أيضا من جانبه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، حيث تؤكد المعلومات عن مشاركة قوات بأعداد كبيرة من الجنسية أو من الشيشان الذي يعتبرون في صفوف الجيش الروسي، يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في المدن الأوكرانية. أيضا قديروف أكد على وجود أو تصفية عدد كبير من المقاتلين الأوكران، إضافة إلى المقاتلين الأجانب كل يوم في التقدم التي تواصله القوات الروسية وقوات كلومي دانيتسك ولوغانسك لإعادة الأمن إلى دنباس ولتحقيق الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين في 24 فبراير. حسين، الحديث الآن عن إعاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سواء من خلال المقاومة الأوكرانية في بعض المناطق أو من خلال مد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات المالية والعسكرية وما إلى ذلك، هل ربما هناك حديث عن تغيير الاستراتيجية العسكرية المتعلقة بموسكو الفترة المقبلة؟ في ظل مواصلة الغرب إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة وبالمساعدات العسكرية على مختلف أنواعها، الجانب الروسي يؤكد على أن العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية لا يمكن لأحد أن يوقف هذه العملية، فقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يعلن إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. لكن هذه الأسلحة والمساعدات العسكرية الغربية إلى الجانب الأوكراني، نعم من الممكن أن تؤثر على التقدم للقوات الروسية في المدن الأوكرانية، لكن ذلك لن يغير كثيرا على أرض الواقع، نظرا إلى أن الجيش الروسي يستخدم أسلحة عالية الدقة. هذه الأسلحة تمتاز عن الأسلحة الغربية، أيضا الصواريخ التي يستخدمها الجيش الروسي كل يوم. في بيان وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير المزيد من الأسلحة والشحنات العسكرية التي يتم إمداد الجانب الأوكراني بها. أما بالنسبة للطرق أو للطريقة العسكرية التي تستخدمها القوات الروسية، هذا الأمر يبقى ضمن إطار المعلومات السرية التي تتحفظ عليها وزارة الدفاع الروسية، لكن بطبيعة الحال كل يوم أو كل مدة وزارة الدفاع تنظر إلى هذه الخرائط أو إلى هذه الطرق وإلى هذه التكتيكات وتغيرها حسب الخبراء، نظرا إلى استمرار ومواصلة الغرب بتقديم الدعم العسكري والمساعدات العسكرية إلى الجانب الأوكراني، لكن كل ذلك لن ينفع الجانب الأوكراني سوى الجلوس على الطاولة والموافقة على الشروط الروسية وتسليم الأسلحة. هذه فقط التي ستنفع الجانب الأوكراني والتي ستدفع روسيا لإنهاء العملية العسكرية. إما في حال لم توافق أوكرانيا على الشروط الروسية ولم يستسلم الجيش الأوكراني، فإن العملية العسكرية الروسية سوف تستمر لكي يتم تحقيق جميع الأهداف، وهذه الأهداف على ما يبدو خلود بدأت تتزايد مع مماطلة الجانب الأوكراني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع الجانب الروسي، وهذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق. زميلي حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. فاصل وهنرجع نستكمل باقي فقرتنا. برحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ زيارة مهمة في توقيت مهم للشرق الأوسط، والزيارة هتشمل إسرائيل والضفة الغربية، المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام من النهاردة لحد 16 يوليو الجاري، تعتبر الأولى للرئيس الأمريكي منذ توليه الحكم. هنتعرف على دلالة الزيارة، أهميتها، وأيضا التوقيت مع ضيوفي الكرام دكتور أشرف سينجر محلل العلاقات الدولية بقناة إكسترا نيوز، برحب بك. كل سنة وحضرتك بألف خير يا رب. بخير يا فندم. الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، برحب بك يا فندم وكل سنة وحضرتك بألف خير. طيب الرئيس الأمريكي دكتور أشرف في أول زيارة لي كرئيس للمنطقة، يعني في أول زيارة لي للمنطقة كرئيس، أهمية هذه الزيارة
توقيتها دلالتها. البعض قال إن هي من أجل تصحيح المسار وإعادة العلاقات مرة أخرى. تصحيح مسار في العلاقات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط صح، لأن هو كان جو بايدن في الحملة الانتخابية كان أعلن أكثر من مرة أن منطقة الشرق الأوسط ليست على اهتمامه أو على اهتمام أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. هل هو كان محقق في هذا؟ ربما يكون ليه؟ لأن اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن أكثر في الصين، في مواجهة الصين، صعود الصين، ده موقف نخوفها من من تصاعد، لان احنا دايما بنفكر في فهم السياسات الدوليه ما هي الدوله اللي عندها امكانيات اللي هي قادره على تغيير الستاتس كو او الوضع القائم. فالصين هي من الدول دي. طبعا منطقه الشرق الاوسط كانت دايما باستمرار منطقه مهمه للطاقه. طبعا ما ننساش ان في مراكز قوه كبيره جدا في واشنطن لا اهتمام طبعا بأمن إسرائيل أو بالوصول إلى علاقات سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو حل الدولتين. ففي اهتمام طبعا بالسياسة الأمريكية بينصب على الطاقة وبينصب على حل الدولتين، وده السعي اللي بيحاول بايدن أن يسعى إليه. يعني لما بنيجي نحلل السياسة الخارجية الأمريكية بنفكر دايما في الداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي منقسم في انقسام كبير منذ ترامب، وده اللي مخلي يعني الزيارة دي تحديدا في كثير من الشك حول تحقيق أهدافها بالشكل المرغوب للشعب الأمريكي أو للسياسة الأمريكيين. أستاذ عزت، وفقا طبعا لكلام دكتور أشرف، هل سينجح في تصحيح بصة العلاقات مع الشرق الأوسط؟ لو ممكن نقول البعض وصف برضو أنه إعادة العلاقات من جديد مع هذه المناطق بعد التصريحات اللي ذكرها قبل كده، وما حدث مسبقا من تصريحات ما كانش راضي عنها البعض. يعني أنا بتفق مع الدكتور أشرف في مسألة أنه في تأثير كبير للداخل الأمريكي على هذه الزيارة، وده واضح جدا من الكثير من التصريحات اللي خرجت، وواضح كمان من التوجه ناحية مسألة طمأنة الشعب الأمريكي. المقال اللي كتبه بالأمس في صحيفة الواشنطن بوست وتصريحات اليوم لجاك سوليفان مستشار الأمن القومي على طائرة الرئاسة كان حدد بشكل واضح أن أمريكا نقدر نقول في كذا مستوى هنا للتعامل. في المستوى الأول هي التنافس الاستراتيجي، اتكلم على الدكتور أشرف، هي مسألة أنه أمريكا في حاجة أنها تتدخل بشكل واضح في الشرق الأوسط، لأنه هناك قوة أخرى بدأت تعد العدة وبدأت يكون لها مصالح أمنية وعسكرية، وده اللي بيقلق أمريكا أكتر من حتى من الجانب الاقتصادي في هذه المرحلة. النقطة الثانية أنه الشرق الأوسط بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي أصبحت منطقة متداخلة مع العالم الخارجي، وأصبحت منطقة نفوذ بيسعى لها قوة خارجية أنها تمارس نفوذها داخلها بسبب استمرار الاعتماد على الطاقة وأسباب أخرى تتعلق بترتيبات للنفوذ في العالم زي ما بتعمل الصين وروسيا. المستوى الثاني ده هو المستوى اللي الولايات المتحدة أيضا بتشتغل عليه، هي مسألة إزاي فكرة إعادة صياغة العلاقات مع دول المنطقة. يعني حتى التعبير اللي استخدمه الأمريكان دلوقتي بيستخدموا لفظ إعادة ضبط العلاقات مع السعودية وليس تحسين علاقات، وضبط العلاقات بالمعنى أنه العلاقات الاستراتيجية موجودة ولكن هناك بعض المشكلات صحيح اللي بنحتاج إلى إعادة ضبطها. دكتور أشرف، أستاذ عزت وصف أنه هيتم من المقرر إعادة صياغة العلاقات، البعض قال مرحلة جديدة في العلاقات. أبرز الملفات، إيه الأولويات اللي هتكون على مائدة المناقشات؟ لأنه كمان إحنا في قمة مهمة جدا يعني هنشهدها مع بايدن عربية. أكيد. هو طبعا من أبرز الأشياء المهمة اللي جاية لبايدن رسالة لإسرائيل ورسالة للسعودية، يعني إيه؟ عدم التعاون مع الصين. يعني في تأكيد واضح جدا على أن التكنولوجي الإسرائيلي ما يروحش للصين. في علاقات كبيرة جدا حصلت بين الصين وبين إسرائيل. أمريكا خايفة جدا على أن الصين
تتواجد في منطقة الشرق الأوسط مع حلفائها التقليديين اللي هي السعودية وإسرائيل. بالنسبة للسعودية الصين عشان تقدري توقفيها ما تقدرش تاخد نفط كتير، والسعودية طبعا كدولة منتجة للنفط ومن أكبر الدول مخزونا في العالم، احتياج الصين للسعودية احتياج مهم جدا واستراتيجي. هندسة السياسة الخارجية الأمريكية كما أشار عزت بيه إعادة توجيه لهذه العلاقة. كان في لخبطة، هما يعني إدارة بايدن لما جت ليه ما كانتش بتحافظ على العلاقات القديمة وتطورها؟ يعني السعودية يعني حليف مهم في الشرق الأوسط، ولكن أنا عندي يعني وجهة نظر مهمة جدا، هو إن الشركاء الإقليميين اللي هم موجودين اللي هي طبعا المثلث المهم مصر والسعودية والإمارات هم اللي إدوا استقرار للمنطقة الآن، صحيح، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ تعيد صياغة علاقتها وإعادة توجيه طبقا لهذا المثلث القوي. يعني احنا ايه قمنا بالواجب بتاعنا كمثلث اقليمي قوي. بدأ الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما تيجي المنطقة عايز تشوف القاهرة والرياض وابو ظبي فين. وعلى فكرة النجاح الغير مسبوق في هذه العلاقة الثلاثية جعلت هذه الزيارة تحدد ما هي طلبات الدول الكبيرة دي. يعني اللقاء اللي هيجمع الرئيس الفتاح السيسي وحيجمع طبعا الأردن وحيجمع طبعا مجلس التعاون الخليجي والعراق، ده يعتبر تجمع عربي جميل. لا ننكر أن مصر لعبت دورا كبيرا في رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزياراته المستمرة منذ رئاسته للدولة المصرية على أن يبلور هذا المثلث ويقوي هذا المثلث مع العراق مع الأردن. في حديث كمان على أن الأردن بتطرح أفكار لتعاون أمني مهم جدا بين الدول حول موضوع إيران. يمكن أنا شايف أن موضوع إيران يتطلب أن الأمريكيين يحددوا أجندتهم الأول، هم عايزين إيه من إيران. يعني ما يجيش يطلب مني أنا في العالم العربي أنا هتعامل مع إيران إزاي. وكان ليه النهاردة تصريحات مهمة طبعاً فيما يتعلق وبعدين بأداء الملف. أن بوتين بادئ زيارة لإيران يوم 19 يوليو في نفس الوقت اللي بايدن أعلن عن زيارته الوصول إلى الشرق الأوسط. احنا نتكلم كده على سباق قوة في منطقة إقليمية كان هناك خطر. هل سينجح في هذا؟ مين الذي سينجح؟ بايدن. أنا أفتكر أن بايدن مجبرا على أن يقدم إعادة توجيه كما أشار عزت بيه لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية تحديدا. السعودية دولة مهمة لها مركز إقليمي مهم، ليست بكونها دولة نفطية ولكن أولا هي مركز للعالم الإسلامي في روحانيات المسلمين على مستوى العالم. دي دولة لا يمكن العبث أو اللعب معها بما يتجاوز الحدود. السعودية دولة مهمة كما هي مصر دولة مهمة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من المهم أن تحافظ على الحلفاء. واللقاء ده هيترتب عليه الكثير أثناء القمة. البعض طبعا أنا متوقع أن هو هيترتب عليه الكثير وهتبقى أشياء إيجابية لمصر وللسعودية وللإمارات لترتيب أوراق المنطقة بشكل أفضل، لأن لا يمكن ترك المنطقة لتوجهات كل رئيس وكل إدارة عزت بيه. يعني النهاردة لسه مثلا في الفورن بوليسي يقول لك إيه، يقول لك نرجع للدكترين أو كارتر اللي هو ارجع إيه، خلي إن أمريكا مسؤولة عن الدفاع عن الخليج العربي. ما تجيش في لحظة تقول لي الصواريخ نسحب الباتريوت من الخليج ونسيب الخليج بلا الأولويات. يا أستاذ عزت، هل هيكون في مطالب زي ما أشار دكتور أشرف؟ لا، هو يعني احنا لو كلمنا على الزيارة من بدايتها من الواضح انه في جزء كبير من الزيارة، الجزء المعلن هي فكرة انه تقديم ضمانات وطمأنة وتوقيع اعلان مهم في اسرائيل عن خصوص انه الدفاع عن اسرائيل في مواجهة اي تهديد ايراني، وده اللي هيحصل اعتقد بكرة الصبح. هنا بقى احنا قدام يعني امر واقع انه الولايات المتحدة ستقدم ضمانات لإسرائيل بخصوص هذا الشأن، وأنه مطالبين بالتعاون مع ذلك ما سوف يطرح في السعودية بعد ذلك في القمة الخليجية. بالتأكيد سيكون هناك خطاب للرئيس الأمريكي أمام القمة الخليجية. قيل أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، معناها أنه سيقدم كل ما عنده في أمام القادة، قادة الدول الخليج وثلاثة دول مصر والأردن والعراق. هناك اختلاف في وجهات النظر في أمور كثيرة. إحنا يمكن في دول عربية لا ترى أن المواجهة مع إيران هي لابد أن تتصدر مثلما تريد إسرائيل.
بالتالي مسألة الترتيبات الأمنية هي مسألة تحكم المسار الفترة اللي جاية في ترتيب العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج وبين إسرائيل في إطار المنطقة بشكل كامل. اللي أنا عايز أقوله أنه الطرح الأمريكي غير مكتمل حتى هذه اللحظة، مش واضح تماما ماذا تريد الولايات المتحدة من بناء منظومة أمنية تكون داخلها إسرائيل. هل سيتم طرح هذا الأمر يوم في السعودية أم لا؟ غير واضح. الأولوية إيران، دول الخليج نفسها تقوم بدور ومساعي ويذهبوا إلى طهران في محاولة لتخفيف التوتر، لكن الولايات المتحدة أولويتها العودة لمائدة التفاوض. إسرائيل النهاردة بتقول إحنا محتاجين ضمانات لأنه لا تقوم بإسرائيل بأي عمل عسكري من إيران بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، وأنه لابد من مواجهة مثل هذه الأمور. فده اللي أنا عايز أقوله، أنه اختلاف أولويات بين الدول الرئيسية في العالم العربي وبين الطرح الأمريكي والإسرائيلي في هذا الشأن. اختلاف أولويات. طيب دكتور أشرف، في هذا الإطار، هذه القمة ما بين بايدن والدول الخليجية ومصر، لأي مدى هناك تقارب في وجهات النظر؟ هل هناك قواعد يمكن الانطلاق عليها لمواجهة أي تحديات مستقبلية، ولا لا هناك برضو في بعض المخاوف إنه هذا لن يحدث؟ هو يعني برضو بأرجع إلى فكرة المثلث الأمني القوي الذي تحققه بين الرياض والقاهرة وأبوظبي، ده اللي هو الانطلاق. احنا عندنا طبعا في مشكلة اليمن، ده تحدي لازم يعني حتى بايدن يتكلم عنه على إنه عايز يتحل. دول مجلس التعاون الخليجي بتنضم في العلاقات الوطيدة والقوية مع مصر، وطبعا ودولتين في مجلس التعاون الخليجي اللي هي الإمارات والسعودية. فكرة الانقسام اللي كان موجود بين دول مجلس التعاون الخليجي انتهى، وده طبعا نجاح كبير إلى السياسة العربية وسياسة هذا المثلث، بأن احنا أصبحنا الآن نتحدث عن مجلس تعاون خليجي رجع بذكريات التعاون والاتفاق. بالمناسبة دي فتحت، عذرا على المقاطعة، النهاردة الإمارات برضو كان لها كلمة مهمة جدا تحدث أكيد فيها خارطة الطريق للمستقبل، فبرضو حتى كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أشد هذه الكلمة، وده اللي بيربط لنا أن احنا يعني في الزيارة دي تحديدا أنا شايف أن العالم العربي استعد لهذه الزيارة. يمكن الأمريكان مش جايين بملف، هم شايفين شغلهم مش مستعدين، لكن احنا مستعدين، محددين طلباتنا كمنطقة عربية. من وجهة نظري أنا كخبير في هذا الشأن، إن احنا أنا شايف قراءاتي للسياسة الخارجية المصرية متوازنة، السياسة الخارجية السعودية محددة ومتوازنة ومحددة الأهداف، كذلك الإماراتية، مجلس التعاون الخليجي. احنا بنتكلم عن طلبات محددة. هل في ترتيبات أمنية؟ الترتيبات الأمنية مهم جدا ان احنا نتكلم فيها ونسمع من الامريكيين عايزين ايه، ولكن الترتيبات الاجنده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط او المنطقه العربيه يجب ان تراعى فيها طلبات ابناء الاقليم. صحيح. العرب يعني هم موجودين، هم لهم طلبات، يعني ليس بالضغط السياسي او باعتباري دوله منبوذه وجاي تطلب مني انا ان انا اقوم بكل ما تطلبه مني في ظل ظروف دوليه بتتغير، وخصوصا ان التنافس الدولي الان بدأ واضحا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث دول كبار في النظام الدولي يتنافسون على هذه المنطقة، وخصوصا في موضوع الطاقة. ارتفاع التضخم دي نقطة مهمة علشان ما تذهبش النقطة. هل العالم العربي استعد لهذه الزيارة في طلبات محددة في أولويات؟ احنا فوجئنا بالأجندة، أجندة الزيارة بشكل عام، انه الرئيس الأمريكي قال بشكل واضح في قمة مدريد الأخيرة أنه ذاهب إلى بدعوة من إسرائيل لزيارة إسرائيل، وبالتالي أنه هيقضي يومين في إسرائيل ويوم في السعودية. هو اتكلم على مسألة أنه هنا بيحاول أنه عملية اندماج إسرائيل في المنطقة هي أولوية، عملية تأمين الأمن إسرائيل في مواجهة إيران مسألة مهمة. اتكلم بكل تأكيد، اتكلم على أمن الطاقة، وباعتبار أنه أمن الطاقة مسألة حيوية جدا في الوقت الحالي، وأنه لم يشر بشكل واضح لمسألة منظمة الأوبك، لكنه قال أنه بعض القوى أو الدول الرئيسية في المنظمة لديها تصورات على تخفيف الضغط في السوق العالمي والتعامل مع الأزمة بشكل إيجابي، وده معناها أنه في ترتيبات عشان خاطر ضخ مزيد من
الانتاج في الاسواق في يوليو واغسطس. وفي يعني اراء كثيره حتى في الصحافه الامريكيه بتتكلم على مساله انه الهدف الرئيسي من الزياره هو امن الطاقه بشكل واضح، لانه التطمينات الامريكيه بخصوص امن اسرائيل هي ليست جديده. نقطه القبه الحديديه، وانه كان اول ما خرج من المطار النهارده كان توجه لانه يشوف تطورات اللي حصلت في تطوير اسلحه خاصه بالقبه الحديديه واعتراض الصواريخ، وانه دي بيقدموها على اساس انها بدايه منظومه التعاون الامني في المنطقه، وانه اسرائيل لديها القدره على انها تساعد جيرانها العرب وكده في ما يخص انظمه متطوره مضاده للصواريخ وكده. اعتقد انه دي كل دي اجنده مزدحمه. الجانب العربي اعتقد انه ممكن يكون عنده تصورات خاصه ب ايه المطلوب. احنا شفنا القضيه الفلسطينيه المتراجعه رغم تاكيدات مصر واكثر من دوله على مساله انه لابد من انه يكون في اختراق بشكل ما قبل ما نتكلم في ترتيبات امنيه. الموضوع انه هتكون في مجرد اشاره خلال لقاء مع الرئيس عباس غدا، اعتقد انها ممكن تكون يعني بادره جيده، لكنها الفلسطينيين وقيادات الفلسطينيه تراها غير كافيه. مساله اعاده تقديم المساعدات واستئناف العلاقات مع السلطه الفلسطينيه. النهج الامريكي بشكل عام اعتقد ان هو نهج ترامب بشكل اساسي. لم يحدث تغيير كبير. اللي ترى انه بعد حرب اوكرانيا او كده اصبحت في ضغوط اكتر من الداخل الامريكي على صنع القرار ما يخص البترول، ما يخص الحاله الاقتصاديه. الرئيس الامريكي شعبيته في ادنى مستوى، في احتمالات كبيره لخساره الكونجرس القادم، وايضا في انتخابات اسرائيل في نوفمبر. فهنا في مساحه من المناوره السياسيه اعتقد انها محتاجة كتير من التحليل. دكتور أشرف مش هسألك، ولكن هسألك على الملاحظات. حاضر. الحركة تفتح طبعا حديث أستاذ عيسى. حاضر. هو أنا باخد من كلام عيسى بيه طبعا بعد هو واضح أنه لا يعول كثيرا على هذه القمة، يعني من الواضح. لا أنا معول، أنا معول عليها كتير، أنا معول عليها كتير. على عكس طبعا دكتور يعني أشرف متفائل أكتر. يعني كان في حديث مثلا عن فكرة أن بايدن في المقالة اللي كتبها في الواشنطن بوست وأنت حضرتك أشرت ليها عايزة بالنسبة لزيارة بايدن، قال جملة مهمة جدا لو حضرتك يعني تراجع معايا دي. أنا بزور المنطقة وما عندناش خلافات أو قوات أمريكية في خناقة مع حد. يعني ده يعني تصريح قاله بايدن في المقالة، قالك إن أنا يعني ما عنديش يعني قوات في حروب مع خطاب للداخل الأمريكي. للداخل الأمريكي، إن أنا جاي وما عنديش خناقة مع أمريكا، ما عندهاش خناقة. وده الكلام اللي هو بيتسق مع كلام أنتوني بلينكن لما قال إيه؟ قال التغير اللي بيحصل في السياسات الدوليه دلوقتي طالب ان الصين وروسيا ما عادوش بيتكلموا بكتير قوي عن انتقادات لطبيعه كل سياسه كل دوله بتنفذها ازاي. يعني كفايه لان انتوا عندكم انتقادات في الستيت والصين عندها انتقادات وروسيا عندها انتقادات، فما تجيش توجه انتقادات، بل على العكس انت بتحاول ان تبني مع الدول اللي انت جاي تبني معاها علاقات. وده نجاح طبعا للسياسه الامريكيه ان هي لازم تمشي في هذا الاتجاه. صحيح. لأن لو فضلوا في السياسة الأمريكية التقليدية القديمة سيخسرون ولا يكسبون. وأنا أفتكر أن أنتوني بلينكن يقود التوجه ده، وهو أعلن عنه أكتر من مرة، حتى هو كتب مقالة مهمة جدا في الفورين أفيرز. الكلام عن فتح قنصلية وبعدين رجعوا تاني قال لك لا ده احنا مش فتح في القدس الشرقية. أيه. ده كلام مهم اللي هو البداية عن الحديث عن حل الدولتين. احنا النهاردة عشان نخش يا فندم في ترتيبات أمنية يجب ان احنا ننهي الترتيبات السياسيه الاول ومطالب وحقوق الشعب الفلسطيني اللي احنا يجب ان احنا ما ننساهاش، وهي مش منسيه من الدول العربيه في الحديث مع الامريكيين والحديث مع الدبلوماسيين الامريكيين في كل وقت بضروره الحفاظ على القضيه الفلسطينيه وان نصل الى حل عادل وبناء الدولتين. الامريكيين على فكره المخضرمين والدبلوماسيين في اداره بايدن نفسهم هما بينادوا بحل الدولتين، يعني عكس كانت إدارة ترامب في إن هما كانوا شايفين إن الموضوع ده مش مهم، لا ده موضوع مهم. الحاجة الثانية اللي أنا شايف إن الزيارة ديت فيها نجاحات لنا إحنا كعرب وللمثلث ده تحديدا مصر والسعودية والإمارات. اللي هو فكرة إيه؟ النهارده الحديث اللي حصل بين الرئيس بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي حول قمة المناخ، وهو قال بايدن قال لك أنا سأتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أنا ببني مع مصر في قمة مهمة جدا بيتم الاستعداد إليها في نوفمبر القادم. دي حتة دي قضية مهمة جدا، إن مصر بقت رأس براس في قضايا تمس العالم، مش الإقليم بس، بقى جلوبال، حاجة عالمية. طبعا مستشار الأمن القومي سوليفان أكد أكتر من مرة في زيارته الأخيرة للقاهرة، وبايدن أكد عليها برضه واتكلم فيها قبل ما يجي للزيارة، اللي هي فكرة تأمين الغذاء، وإن دول بعينيها مهمة ودولة كمصر مهمة في المنطقة، مهم جدا أن يكون هناك تأمين للغذاء. وعلى فكرة الدليل على ذلك أن كمان الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا أعطت لمصر بيع لقمح برقم كبير جدا، لأن وصلنا إلى حوالي 800 مليون طن جاي الأغلبية منه من فرنسا. ده بيأكد على أن هناك تناغم، كما في تناغم في الأطلنطي في الأزمة الروسية الأوكرانية، في تناغم حول إعطاء دعم للدول التي تنادي بالسلام والاستقرار والتي بتحافظ على السياسات الخارجية متوازنة، والسعودية ومصر والإمارات من إحدى هذه الدول. فضل ملاحظة أخيرة صح؟ هو يعني التأكيد لمصر هو سيؤكد، يعني ده أنا في تصوري كتنبؤ في الجلسات الخاصة، على أن سد النهضة وتوزيع المياه العادل طبق القانون الدولي سيطمئن مصر والمصريين، ورئيس مصر بأن الولايات المتحدة كما أوروبا طمأنت بأن قضية المياه هي قضية مهمة جدا لاهتمام الأمريكيين، لأن كما قال الرئيس لن تعطش مصر. صحيح. وذي رسالة وصلت إلى بايدن وإلى الأوروبيين بأنها قضية محورية. طب في هنا اتفاق على أنه برضو ملف أمن الطاقة هيكون موجود وبقوة بالتأكيد أثناء هذه القمة، زي يعني يمكن ما حضرتكم ذكرتم. هخصص آخر جزء في الحلقة عشان نتكلم بقى عن أو نلقي ضوء أكثر على الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرارها حتى الآن. هذه القمة والمقابلات اللي جاية مع الرؤساء، لأي مدى هذا الملف هيشهد مساحة؟ واحنا بنتكلم طبعا عن أمن الطاقة، والطاقة مهددة في كل دول العالم. أنا أعتقد أنه كلما ازدادت الأزمة، كلما امتدت الأزمة، كلما ازدادت الأمور تعقيدا في العالم، وده واضح جدا من مسألة أزمة الطاقة، أزمة الغذاء. العالم كله بيتحرك. جوتيريتش النهاردة كان بيتكلم على مسألة أنه هناك تحركات في موضوع الملف بتاع نقل الحبوب من أوكرانيا، وفي كلام عن توصل لتسويات خاصة بهذا الأمر. الكميات الكبيرة المحتجزة في أوديسا وفي بعض المواني الأوكرانية دي مسألة أعتقد أن لها أولوية على المستوى العالمي. أيضا أنه ما يجري من تجاذبات بين ألمانيا وبين روسيا أعتقد أنها بتشغل مساحة كبيرة جدا من الاهتمام بخصوص نقل الغاز. في تأكيدات روسية على أنه سيتم التعاون وتوقيع اتفاقيات ممتدة المفعول حتى 2024 فيما أعتقد، وده تطور جديد. ده معناه أنه هناك من يتدخل من أجل وقف تدهور الموقف على المستوى العالمي. شايفين التضخم بيزداد بشكل كبير جدا، الولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا الأمر، لأنه المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي اليوم ربما يعاقب هذه الإدارة في سبتمبر القادم عما يجري منها من سياسات. بالتالي شايف أنه الوضع العالمي بيزداد تدهور، وده حقيقي أنه شايفينه في الأسعار عالميا شكله إزاي. صحيح. التوقعات أنه مثلا الأسعار العالمية ممكن تزيد 40% بشهر ديسمبر القادم. لابد من أنه تتفق الدول الكبرى على فكرة أن إزاي توقف مسألة أنه هذا التدهور السريع في الأداء الاقتصادي العالمي والوصول إلى حالة الركود. مثل هذه القمم الإقليمية مهمة جدا لإعادة بعض الرشد لسياسة الدول الكبرى، تذكيرهم بأنه هناك شعوب أخرى تعاني وتعاني بشدة زي العالم الثالث والدول اللي هي ما عندهاش موارد غذاء. مهمة جدا. وأنا أعتقد أنه الطرح سيكون في هذا الاتجاه. المسألة مش مسألة تخفيض بس زيادة إنتاج البترول أو طرح البترول في السوق العالمية، لكن أيضا هناك تدابير أخرى خاصة بتخصيص أموال للدول العالم الثالث، وأيضا مسألة المناخ بتشهد تراجع كبير على المستوى الدولي بسبب أنه عدم الاهتمام وتراجع الاهتمام بقضية المناخ. صحيح. احنا عندنا قمة المناخ وبنبذل مجهود كبير في الترتيبات،
وبيبذل مجهود ضخم جدا لإعداد الأجندة، لكن فوجئنا بهذا الكامل من المشكلات العالمية اللي هي فعلا محتاج لتوافق وتضافر دولي كبير. أنا بستأذن حضراتكم، إحنا معنا من واشنطن زميلنا كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم أنا برحب بيك، كل سنة وإنت بألف خير. نتكلم عن زيارة هي بتعتبر مهمة جدا في دلالتها وتوقيتها، أول زيارة للرئيس الأمريكي كرئيس في المنطقة. أولا الصحافة الأمريكية كيف تناولت هذه الزيارة وأهميتها، ولأي مدى هناك تعويل على ما وصفه البعض بمرحلة جديدة من العلاقات؟ نعم خلود، بالطبع أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط توصف في يعني الأوساط الصحفية والإعلامية الأمريكية بأنها زيارة كسر الجليد بين الجانب الأمريكي وجانب المملكة العربية السعودية. كانت هناك بعض الخلافات وبعض التصريحات من جانب جو بايدن تجاه المملكة خلال فترة ترشحه للرئاسة منذ عامين. ربما يتوجه الآن جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط مدفوعا بالعمليات العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا وما تسببت فيها من ارتفاعات في أسعار النفط عالميا، وما تسببت فيها أيضا في يعني ارتفاعات نسب التضخم حتى في الداخل الأمريكي. نتحدث اليوم عن أن نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 9.1%، وبالتالي هي ارتفاعات قياسية لم تحدث منذ 4 عقود. بايدن توجه في تلك الزيارة بأهداف أعلن عنها من قبل الرئيس نفسه في مقاله في جريدة الواشنطن بوست يوم الجمعة الماضية، الذي تحدث فيه بأنه يسعى يعني دعم العلاقات الاستراتيجية الأمريكية السعودية، وأيضا مواجهة روسيا ويعني التموضع في موقف مناسب بالنسبة للمنافسة مع الصين. ولكن هناك أيضا أهداف يعني ذكرتها عدد من الصحف الأمريكية غير معلنة من جانب الرئيس جو بايدن، أهمها بالتأكيد هو أمن الطاقة أو زيادة الإمدادات النفطية الخليجية للعالم، وبالتالي سيقلل ذلك من أسعار النفط عالميا، ما يؤثر إيجابيا بالنسبة للرئيس الأمريكي في الداخل الأمريكي، خاصة وأن استطلاعات رأي تشير إلى تدني نسب تأييده مع الموقف الاقتصادي السيء للولايات المتحدة والأسواق الأمريكية على مدار الشهور الماضية. أيضا هناك أهداف متعلقة بملف النووي الإيراني وعرض الخطة الأمريكية أو خطة الإدارة الحالية بشأن هذا الملف على إسرائيل وأيضا على عدد من الدول العربية. جو بايدن يتوجه في تلك الزيارة بالتأكيد يعني كسر بعض يعني مواجهة ما حدث خلال فترة دونالد ترامب بالنسبة للجانب الفلسطيني. سيقابل الرئيس عباس في الضفة الغربية يعني بعد تعثر العلاقات بشكل كبير على مدار 4 سنوات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبين السلطة الفلسطينية. أعتقد بشكل كبير بأن جو بايدن يحاول إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه بين الجانب الأمريكي والجانب الفلسطيني أيضا، وبالتالي هذا هو ربما يعني ملخص لأهمية زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط وقمة جدة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والعراق والأردن. شكرا لك زميلنا كريم يسري، كنت معنا من واشنطن. دكتور أشرف، هناك تعويل كبير من جانب البعض على هذه الزيارة، خصوصا طبعا في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية حتى الآن، وملف أمن الطاقة موجود وحاضر وبقوة. وإحنا نتكلم عن هذه النقطة، عايزين بقى نتكلم أكتر عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ولا نغفل التحذير الأخير، التحذير الروسي لواشنطن من التصعيد النووي. ماريا زخاروفا قالتها بشكل مباشر وواضح بأنه التصعيد المتزايد للغرب ينذر بمواجهة. موسكو قالت أنه أي صدام محتمل مع واشنطن محفوف بتصعيد نووي. رأي حضرتك إيه؟ ولأن زي ما قلت لحضرتك أنه في هذه المرة البعض قال أنه لا، ده تحذير مباشر ومش مجرد تهديد. يعني هو مازال مجرد تهديد برضو، يعني رغم تصريح طبعا زخاروفا، وده بيرجع ليه بقى؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية أمدت الأوكرانيين بالهاي مارس اللي هي الصواريخ اللي هي ممكن توصل مداها 300 أو 500 كيلو متر، وهم على فكرة بدأوا الأوكرانيين في اليومين اللي فاتوا دول يحصل فيه تغيير كبير جدا باستخدام الصواريخ دي، يعني بدأ يحصل فيه تفجير لمستودعات ذخائر، بدأ يبان إن فيه
يعني في خارج تقدم ميداني, تقدم ميداني والأخص في الجنوب. في الجنوب يعني بدأ يحصل ده بسبب هذه الصواريخ. روسيا دائما يقول لك ايه, هم عندهم دلوقتي في يعني نظرة الى الفصول, نظرة الى الفصول يعني ايه, الشتاء لنا والصيف لهم يعني. فهو دلوقتي بوتين بيلعب على فكرة ان الشتاء هيديله يعني مميزات, بينما هو المفترض ان الولايات المتحدة الامريكية او الاطلنطي ينهوا او يقدموا للاوكرانيين دعم غير مسبوق في ان هم يستطيعوا ان هم يحققوا نجاحات على الارض. الخوف فعلا ان احنا نوصل للكورنر او ان القيادة الروسية تلجأ الى النووي. الخطوط الحمراء يا أستاذ عزت التي قد تدفع بوتين باستخدام النووي في ظل هذا التلويح. أنا يمكن شايف أنه في عنصر التوتر الرئيسي هو ما أعلنه حلف الأطلنطي من وجود 42 ألف جندي على الحدود الشرقية لروسيا, وده إعلان أعتقد أنه يعني ممكن يكون مستفز للروس كثيرا, وبالتالي تبدأ حملة جديدة من التصريحات والتصريحات المتبادلة. لكن شايف أنه تصريحات حلف الأطلنطي في الفترة الأخيرة هي أعتقد أنها بتتجه في اتجاه أنه محاولات الردع, محاولات أن يقف الروس عند مستوى معين. النهاردة الروس بيكسبوا مدن في دونيسك و يعني الآلة العسكرية الروسية مستمرة ومكملة. ربما يكون في زي ما الدكتور أشرف قال أنه في استخدام أسلحة تكتيكية جديدة وصواريخ طويلة المدى أو كده, لكن هذه الصواريخ أيضا محكوم استخدامها بعدم ضرب الداخل الروسي, وبالتالي أي خطأ ممكن يحصل في الحسابات ممكن يؤدي إلى مواجهة كبيرة. وجود 42 ألف جندي من حلف الأطلنطي على الحدود الشرقية أو الغربية لروسيا أعتقد هيكون لي عامل حاسم في التصعيد القادم. لكن مسألة النووي أنا مستبعد تماما أنه ممكن أي طرف يلجأ, ومسألة النصر على موسكو هي غير واردة يا دكتور أشرف, لأنه الكثير من المحللين يعني ما شفناش أن حد كان بيرجح بقوة أن أوكرانيا تحقق مثل هذا النوع من النصر, ولكن الحديث دلوقتي عن إعاقة العملية العسكرية الأوكرانية سواء من خلال المقاومة الأوكرانية من جهة أو تدفق الأسلحة من قبل الغرب. احنا بنحاول نفكر أهداف كل طرف من العملية دي, يعني أهداف روسيا إيه وأهداف أمريكا والأطلنطي إيه. يعني أنا كان ليا حديث قبل ما الحرب تبدأ إن ده استنزاف وده فخ. هل ده رغبة لهم إن هم يوصلوا للفخ؟ طبعا, وإحنا ماشيين فيه ويؤكد اللي هي فكرة إيه, إن أنا أستاذ بي يعني مشارك معانا في المناقشات دي طبعا. إن أنا بقدر أخذ من المخزون السلاح الروسي بشكل كبير, وإن المعركة كل ما أنت بتاخده من النفط بتدفعه في عمليات عسكرية أنت بتحققش إنجازات كبيرة في هذه العملية, لأن أنت مجرد اتحشرت في حرب ستطول ورغبة الأمريكيين ستطول. ويمكن برضو في أحد الكتاب بيتكلم في الفورن أفيرز برضو قال حاجة, قالك طب ما احنا تاريخ الحروب اللي قامت بين دول نووية بروكسي وور بالوكالة, يعني في فيتنام تمام, حرب الكورية, تكلمنا برضو عن الأفغانستان في حرب أفغانستان الغزو السوفيتي لأفغانستان, يعني أمريكا وأفغانستان. يعني هل الدول النووية تعرضت إلى انكسار؟ تعرضت. يعني هل أمريكا ما تعرضتش؟ تعرضت. هل روسيا تعرضت؟ تعرضت. هو بيتكلم عليه دلوقتي بيقول لك النيتو بقى المفترض بقى ان هم ما يعملش مواجهة مباشرة عشان موضوع النووي ده, ولكن ايه يعمل ان هم الجماعات المرتزقة, يعني يجيب مرتزقة من قوات النيتو للدخول لمحاربة ايه الروس تحت العلم الأوكراني او جنوده او اللبس الأوكراني. هل ده سيحدث؟ سيحدث. وكل ما أمريكا بتحاول تستنفذ روسيا ده بيحقق لهم فكرة تحقيق الهدف اللي هما مطلوب. هل روسيا هتنهزم؟ من الصعب ان انت تهزميها, ده دولة كبيرة. ولكن هل ستنسحب؟ زيلينسكي والمجموعة بتاعته بيتكلموا على ان مع اطالة هذه الفترة والاستنزاف يعني بايدن مثلا قبل ما يجي الشرق الاوسط مدي مليار و700 مليون غير كان الخمسة مليار غير الاربعين مليار. ايه فكرة ان امريكا رغم الظروف الاقتصادية والتضخم الرهيب الموجود في واشنطن اليورو بقى بكام دلوقتي؟
اوكي هي 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 اوروبا بتدفع الثمن، واحنا يعني انا في تصوري ان دي حرب ملاكمه في خاسرين، هو ما فيش حد بيخش، ولكن البعض بيقول برضو يا استاذ عزت انه ازمه الطاقه اللي اختلقتها هي الغرب، هي من البدايه من بدايه هذه الازمه وتصريحات شغاله، التخلي عن الغاز الروسي، فرض العقوبات على روسيا، وانه روسيا ملتزمه بالعقود، يعني في حديث كثير انه الغرب هي اللي عملت هذه المشكله، هي اللي اختلقت ازمه الطاقه. كلام حضرتك مظبوط، انه لما وصلنا للمرحله السادسه من العقوبات احنا بنتكلم عن المرحله السابعه دلوقتي. المرحلة السابعة أعتقد أنه من المستحيل أن هم يبدأوا فيها طالما في موسم الشتاء على بعد حوالي شهرين، وحضرتك عارفة شتاء أوروبا نورد ستريم أعمال الصيانة يعني بدأت تتوقف، ودلوقتي من دلوقتي شغالين أنه خايفين أنه هذا التوقف يستمر. يعني أنا في اعتقادي هو خطأ الحسابات، دولة تملك الغاز والغذاء لنفسها ولآخرين، وأيضا اختراق نظام العقوبات، وأنه كل ما يعني تم الاتفاق عليه. ماريا زخروفة من كام يوم كانت بتتكلم على مسألة، كانت يعني بتقول للوزير الخارجية الأمريكي بترد عليه أنه كثير من الدول بتقول لكم كلام في قدامكم، يعني بتقول كلام ومن خلفكم بتفعل سياسات أخرى خاصة بالتعامل مع روسيا، وأن ده هو فعليا هو ده اللي بيحصل دلوقتي، أنه اختراق كبير لنظام العقوبات، انه بيع للنفط الروسي في السوق السوداء على المستوى العالمي، وروسيا كانت عامله حسابها لهذا الامر. روسيا بيجي لها عمله صعبه، روسيا مستمره في انها عندها ما يكفيها من الغذاء ومن الغاز، وبالتالي ليست تحت الضغط الموجود في اوروبا الغربيه، واوروبا الغربيه عليها الان تدبر موارد الطاقه. الولايات المتحده بتحاول الان مع دول الخليج أن تجد لهم مخرج قبل الشتاء، سواء بشحنات البترول أو معالجة مسألة الغاز، لأن الغاز محتاج لتسهيلات ومحتاج لمنشآت كبيرة. بالتالي جزء كبير من اللي بيتكلم عليه في زيارة بايدن هي فكرة الترتيبات للمستقبل، ربما للصيف القادم كمان. كل هذه المعطيات اللي احنا اتكلمنا عليها دكتور أشرف إزاي هيتم تناولها في هذه القمة؟ نتكلم على أنه تضخم موجود في كل دول العالم، يمكن الأكثر تضرراً هي الدول الأكثر فقراً طبعاً. يعني مش بس أمريكا اللي بتعاني من التضخم ولا حتى الدول الأوروبية، ولكن بنتكلم على الدول اللي ممكن تعاني من المجاعات، وزي ما احنا عارفين وبنشوف أنه بعض المحللين بيتكلموا على أنه أمريكا مستمرة في ضغطها، وبالتالي إزاي هيتم تناول هذا الملف؟ وهل من الممكن أن يحدث أي مفاجأة، أي حل؟ انا نفسي اشوف فيه مفاجاه، لان برضو يعني كلنا يعني نفسنا نشوف مفاجاه بانتهاء الحرب وبحل مشكله الطاقه واسعار النفط. يعني برضو انا عمال افكر يعني بشكل كده لتحليل علاقه امريكا بالصين وعلاقه امريكا بروسيا. يعني سعر النفط النهارده كل ما بيعلى هو ايقاف للصين، مش عارف تشاركني الراي ده ولا لا؟ ايقاف للصين، للصين، لنمو الصين، لان الصين كده بتشتري النفط بسعر عالي. طيب اذا كان من روسيا، من السوق العالمي، من السوق العالمي بشكل عام، سواء بتشتري من السعوديه بتشتري من روسيا، لانه انا اعتقد ان الصين يعني مستفيدين جدا. يعني ده بيعتبر برضو حرب بايدن لمواجهه الصين او وقف النمو للصين، ده حرب كبيره. طب روسيا لما النهارده بتبيع سعر النفط وسعر النفط بيزيد، يعني طب ما هي كده روسيا مش هي التهديد الاكبر للولايات المتحده الامريكيه والاطلنطي؟ انا بحاول افكر على ان اداره الحرب الكبيره ديت في ضحايا لها. يعني الخوف دايما في النظريه الواقعيه الرياليزم الماكيافيلية، ان كل دوله بتفكر في اهدافها وتحقيق اهدافها بغض النظر عن الدول الثانيه، لانهم بيتعاملوا مع نظام الدوله انها مش جمعيه خيريه، وكل دوله بتدور على انها تحل مشاكلها وتبني يعني اساسياتها بغض النظر على ان العالم الخارجي هيساعدني ولا مش هيساعدني. وعلى فكره احنا اتعلمنا من التجارب ديت، يعني المنطقه العربيه بدات تتعلم على ان انا اوسع من سله الاعتماد على الداخل، يعني ان انا ما اكونش انا معتمد على البترول بس، انا لازم انوع في منتجات اخرى. احنا هنا مثلا في مصر مشروع الضبعه، ده مشروع طبعا كبير ومهم ويحترم لقرار القياده السياسيه انها اتخذت هذا القرار لتوليد الطاقه، وغير طبعا المشروعات اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع التعاون مع المانيا في سيمنز والطاقه والطاقه النظيفه. ده معناه ان الدول ديت يعني او القيادات السياسيه المحترمه الراقيه تفكر لشعبها بشكل مختلف لعدم الاعتماد على الخارج. القمه دي هيحاول بايدن بايه؟
بشكل كده يعني ايه بسيط. طب هل ممكن تزودوا انتاج النفط؟ ده ممكن. هل ممكن السعودية تسمع الكلام؟ وارد يعني. باسكوف النهاردة بيقول لك انا خايف لان ممكن بايدن يقنع السعودية انها تزيد من انتاج النفط، ولو زاد ده ممكن يبقى انجاز كبير للزيارة. كلمة اخيرة ليك استاذ عزت، تفضل يعني سريعا. اعتقد ان نحن في انتظار نتائج ايجابية بالقطع، لان ده هيعود على مصر والمنطقة بالكثير. بنعول على مسألة انه طرح عربي شامل لقضايا المنطقة، دي فرصة جيدة جدا في السعودية. مسألة انه اولويات المنطقة العربية اعتقد انها اولويات واضحة، انه في مقدمتها بالتأكيد حفظ الامن والاستقرار واستكمال مسألة التعاون في محاربة الارهاب، وبعد كده بتيجي امور اخرى. القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية بالتأكيد، وأعتقد أنها تكون جزء من الطرح في القمة. نحن طبعا في انتظار مخرجات هذه القمة، ويمكن على شاشة إكسترا نيوز سنستمر في التغطية والحديث عن هذه القمة، أهميتها ودلالتها، وربما توقعات المخرجات من هذه القمة ومن هذه الزيارة التي تعتبر زي ما طبعا ضيوفي وصفوا زيارة مهمة جدا في كل تفاصيلها. معنا دكتور أشرف ودكتور عزت في نفس التوقيت، أدعو حضراتكم أن احنا طبعا نتابع هذه التغطية الساعة 10 مساء غدا بإذن الله على شاشة إكسترا نيوز. بشكر حضراتكم الدكتور أشرف سنجر محلل العلاقات الدولية بقناة إكسترا نيوز، والكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. الساعة 10 مساء غدا، بكرة بإذن الله نفس الملف. تصبحوا على خير.